السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا إن شاء الله عندي اليوم في القناة، وإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي فمرحبا بكم، ما تنسونيش بلايك وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش إن شاء الله أي حاجة حطيتها عندي في القناة توصلكم. اليوم كما كيبان لكم غادي نشارك معكم واحد العشبة معجزة، عشبة خطيرة جدا لعلاج أكياس المبايض وكيس الرحم، وكذلك هذه الوصفة هذه فرها رائعة الأكياس حتى اللي كاينه اللي كتكون في الصدر أو في الثدي، فإن شاء الله وصفة رائعة، وصفة ماء متكاملة. وبطبيعة الحال يعني هاد العشبة هذه فرها رائعة للرحم بصفة عامة، أي حاجة كاين عندنا في الرحم حتى دوك الأورام اللي فيه اللي كيكونوا في الرحم أو الأكياس أو التكيسات، فراه رائعة رائعة هاد الوصفة هذه. وكذلك راه رائعة للصحة ديال الجسم ديالنا. وهنا كما كيبان لكم الدغموس، يعني دغموس اللي كيتصاوب فيه العسل ديال الدغموس، يعني دغموس بلدي، دغموس يعني زوين. فانا وصيت يعني كنت بغيت هذا الدغموس هذا فجابوه لي من اكادير، كيتواجد بزاف في اكادير، فراه رائع 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 البنات. فبطبيعة الحال كما كيبان لكم يعني يقدر يكون في يعني في المناطق بزاف، ولكن انا كنعرف انا خديته من اكادير، كاين في اكادير هاد العشبه هذه، فراه رائعه البنات. هانتوما كما كيبان لكم كنحاولوا اننا نحيدوا له هذوك الشوك اللي كان فيه، اللي كان شي شوك هو تيكون فيه الشوك بزاف، نحاولوا نحيدوا له داك الشوك ديالو، وتيكون فيه حتى الحليب، فنحيدوا داك الشوك نشوك ونغسلوه مزيان، نحاولوا اننا نغسلوه مزيان، فهو حار بزاف البنات حار. هنا كما كيبان لكم غادي نقطعه على هاد الشكل هذا، فتقريبا هاد الكميه هذه اللي درت غديروا معاها كاس متوسط ديال، يعني انتم غتشوفوا معايا الكاس ديال الحليب اللي غادي ندير معاها. هنا غسلته مزيان كما كيبان لكم، حيت ليه كاع داك الشوك وداك الشيء اللي فيه، وصافي ان شاء الله غادي نديرو، غادي نطحنو كما كيبان لكم، يعني صافي نقيوه مزيان، نحيدو ليه كاع دوك الاشواك وداك الشيء اللي فيه، بطبيعة الحال ونطحنو. كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا هذا، يمكن لكم تستعملوا الماء او الحليب او يعني العواصر، كاين السيدات اللي ما تيقدروش على العواصر، فاستعملوا يعني الماء العادي فتا هو مزيان، غير هو الاحسن الاحسن انهم تستعملوا معاه الحليب او الليمون او الليمون. هنا كما كيبان لكم من بعد ما غسلته مزيان صافي راه قطعته، ديك الكميه اللي درت تقريبا، يعني ما تقويوش بزاف، هذا كاس يعني ما كبيرش بزاف، كاس متوسط هو دي تقريبا جوج كيسان اللي غادي نديرو ديال الكيسان الصغار، هو يعني الحجم ديالهم هذا الكاس هذا كيهز جوج كيسان تقريبا. غادي نطحنهم مزيان صافي ان شاء الله، وهي الوصفه ديالنا وجدات، ونحاولوا بطبيعه الحال اننا نغربلوها عفوا نصفيوها، فضروري اننا يعني نصفي واحد كيكون فيه، حيت معروف ان الدغموس خصوصا هاد الدغموس هذا تيكون فيه الشوك بزاف، تيكون فيه الشوك، فداك الشوك يعني الا خلينا داك الشيء شتو يعني راه غليظ، يعني ما نقدروش اننا نشربوه، نصفيه بطبيعه الحال وصافي ان شاء الله هالوصفه ديالنا وجدات. فكما قلت لكم هذه الوصفه هذه فراه نفعت بزاف بزاف ديال السيدات، بزاف ديال البنات. فانا كنت كنعرف واحد البنت كان عندها المشكل ديال الكيس في يعني في الرحم ديالها، فمني استعملت هاد الدغموس هذا لمده، يعني استعملته لمده اسبوع، فمني رجعت عند الطبيبه ما بقاتش لقات عندها الكيس الحمد لله بطبيعه الحال. فبزاف ديال السيدات كيعرفوا المنافع ديال هاد الدغموس هذا، خصوصا هاد الدغموس البلدي اللي كيتواجد في اكادير. يمكن لكم تستعملوا يعني الدغموس العادي، كاين الدغموس العادي اللي كيكون عند العطار، وكاين هذا بطبيعه الحال، غير هذا شويه يعني يعني عنده واحد الفائده مزيان، انه هو اللي كيتصاوب به بطبيعه الحال العسل، فراه حار وكينقي لنا يعني كاع داك الاكياس اللي كيكونوا عندنا في المبايض، الاكياس اللي تيكونوا في الرحم، الاكياس اللي تيكونوا في الصدر او في الثدي، او الاكياس اللي تيكونوا في هدف ديال الغدد الدرقيه، فراه رائع يعني كينقي وكيصفي لنا الجسم ديالنا. فنحاولوا مره اننا نبقاو نشربوه، وبطبيعه الحال السيدات اللي عندهم هذا المشكل هذا
المشكل ديال الكيس فيستعملوه ان شاء الله، فراه رائع يعني. بزاف 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 ديال السيدات الحمد لله تشافوا بفضل هذه العشبة هذه بفضل الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله هذا هو الفيديو اللي حبيت انني نشاركه معكم، فيديو رائع ان شاء الله بزاف ديال السيدات كيعانيوا من هذا المشكل ديال الكيس او ديال الكيس ديال الرحم او ديال المبايض. فهاد العشبه هذه راه عشبه رائعه وعشبه مجربه وعشبه ناجحه جدا ان شاء الله لعلاج هاد الاكياس، وحتى ديك الاورام اللي تيكونوا في الرحم فراه مزيانه لهم يعني، كتنقي لنا الرحم ديالنا مزيان او الوالده مزيان يعني، كينقيها هاد الدغموس هذا. فان شاء الله هذه هي الوصفه اللي حبيت انني نشاركها معكم. ما تنساونيش باللايك الا عجبكم الفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجة حطيت عندي في القناة توصلكم. بسلام عليكم الى فيديو اخر او وصفة اخرى، في امان الله. بسلام عليكم.